الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اول ما بدأنا على النبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بعد صلاه النبي كده وذكر الله سبحانه وتعالى، هنعمل معاكم ايه؟ عجينه التفاح، او عجينه نحشيها تفاح يعني. ماشي، ادي هنا بتاع يعني ايه نص كيلو دقيق، وادي هنا ايه تفاحتين اهو، وهنا ايه بطين، وورقة فانيليا. ماشي يا حبايبي، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل حبة الدقيق، نحط لها ذرة ملح وذرة سكر، مش مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، كسر البيت. بسم الله. ذرة ملح يا حبايبة اهي، وذرة سكر، ملح وسكر، سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد البطاط كسرتهم مرتي، توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عجينة التفاح بالبيض بالتفاح، عجينة البيض. حاجة حلوة تفرح العيال وخلاص يعني، حلوة للأطفال، مغذية، فيها هيبقى فيها هنا تفاحتنا تحتهم اهو، وصابع الموز اهو، ده الحشو بتاعها. ماشي، هذه بصي بصي العجينة يا حبايبة اهي، محشية زي ما قلت لكم كده اهي. ماشي، ونحط لها ايه نحشيها الحشو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهي، واخدين بالكم كده اهي، نقص زيت عشان ايه تلم معانا، عشان العجينة طرية اهي. بصوا كده اهي، وهنحمرها بعد كده ايه في الزيت. ماشي اهي. ده مظبوط، هكمل بقى عشان ما اطولش عليكم. ماشي اهو كده، بس اهي فتحتها كده اهي، نحط فيها الحشو كده اهو، واروح مقفلها ايه كده على بعضيها كده اهو اهو اهي اهي. لما بحبة الزيت كده اهي اهي، نستخدم بالكم اهي، لمتها تاني اهي. يلا بصوا اهي اهي، حاجة حلوة وحاجة من الاخر، وهنسيها بقى شربات في الاخر اهي اهي، واخدين بالكم اهي اهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. بصي يا حبايبي، فطائر الفاكهه الماء التفاح بالموز بالعجين ام بيض اهو، اهي عملتها اهي، حمرها لكم اهي. بصوا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. واعمل لها ايه؟ الشربات اهي. بصوا حاجه حلوه والله، حاجه ايه جميله للاطفال. هما الاطفال قالوا لنا كده حاجه حلوه، فقلت ايه نعمل لهم حاجه حلوه اهي. بصوا كده اهي، وبالشربات افض عليها ايه، واحده فانيليا ونص عصره الليمون. هخلص وارجع لكم تاني. هل هنبص بتحمر اهي بتاعي، هحمرها وارجع لكم تاني ان شاء الله. ربنا المستعان. ماما رحم الله، صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. بصي يا حبايبي، عجينه البيض بالتفاح والموز اهي، حاجه حلوه. انا ما عندي الاحفاد، فقالوا لي عايزين حاجه حلوه، فعملت لهم العجينه دي. ماشي، عملت لها الشربات اهي، وهي حمرتها اهي. بعد ما عملتها حطها في الشربات اهي، بس طعمها تحفه، ما اقولكوش على طعمها. بس هي كانت عايزه يا سكر بودره، بس هي الشربات عامه يعني بيعملها بتسقى في الشربات يعني. بصوا دي كده الشربات اهي، والله طعمها ما اقولكوش طعمها عامل ازاي، عشان انا دوقتها كمان ده قبل ما اسقيها شربات يعني. ماشي اهي، حاجه حلوه والله، وحاجه من الاخر اهي. هسيبها كلها شربات وارجع لكم تاني عشان ما اطولش بس عليكم، وهجيبها لكم تاني. بصوا يا جماعه، الحلويات بتاعتنا اهي، سقيتها في الشربات اهي، سقيتها في الشربات اهي. وهفتح لكم واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الفاكهه جواها عامله ازاي اهي، والله طعمها حلو. بصوا عامله ازاي اهي، حاجه حلوه وحاجه ايه من الاخر والله. بصوا طعمها حلو، خديها. ربنا يصلحنا حالكم وحال الجميع، وجربوا عجينه البيض بالتفاح والموز. ماشي، حاجه حلوه وحاجه مغذيه للاطفال. كل طعمها حلو، وبالف هنا وشفا، وبالف هنا وشفا. وتفضلوا معانا، حاجه حلوه كده ايه. كل سنه وانتم طيبين. نقول لكم ايه، نقول لكم نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.